بلغتي زعيماتي. ايه ده؟ بلغتي زعيماتي. بلغتي زعيماتي؟ احتراماتي، قبولاتي. بلغتي زعيماتي. عساسي كاكا. لا كاكا. عساسي كاكا يلا. انا مش مزنوق طبعا اعمل ايه؟ عساسي كاكا. عساسي كاكا عادية يعني. زعيمونك يدخلونك. هونجا. كابونجا. هونجا. كابونجا. كابونجا. هونجا. وبحرف النون الولد ده طيب وحنون العسل ده. الولد ده العسل ده. هونجا. كابونجا. ده الزعيم بتاعهم عنده تسلخات يالا. هونجا. كابونجا. هاتوا الجحش ده. هنهوتوا نهوت عليك مايونيز ونهوت عليك كاتشب ونهوت عليه الحاجات دي. طاجن شيكي دودو. لا فرن. مقلونج ولا مشوونج؟ مشوونج. تطلب حاجة تاني مع الأوردرونج؟ شكراً. لا بس ما اخلاقش لحد هنا ونوقف افضل. كالاتي. لا يعني كالاتي. اعملوها حواوشي. اندومي. لا دي مهلبية ومستوية. مهلبية ومستوية. كلت دماغي. مش عارفة لاغي غير ايام طالب رضاها. معاك معاها. والنبي ياما. وبحرف النون الولد ده طيب وهنون العسل ده. يلا يا دي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ولا طالبة مش دول بلاك تيما؟ والنبي يا حبيبي احتفالات اكتوبر دي هتخلص امتى؟ اقعدي والنبي ياما اقعدي ياما اقعدي بدل ما اجي انا اقتلك اقعدي. ما تقولي يا حبيبي في حد هنا بيرسم حنه؟ اخرسي يا حجون. حجون؟ لا ده انا الام المثاليه. اوه فيفي عبدون. امشي يا امشي. هدي عجوزه. انا كنت عجوز ورجعت شباب. سنجل لابس سنجل لابس من غيره بقى. وبحرف النون الولد ده طيب وهنون العسل ده. الولد ده امشي ياض. كله يلعب تحت بلكونته هنرش. يلا. ايوه الله ينور عليك يا حاجه الوحيده اللي عرفت تقف لهم. شايفين اوعى حد فيكم يذبح واحد ولا واحده. ايوه اديهم الكتاكيت دي انا مربياها على الغالي. قولوا لي اقول لكم الشمرت فين والبدره فين. الله يحرقك يا حاجه. وانا فين؟ تعال يا حاجه تعال انت في الجنه. في الجنه طلبتها ونولتها يا رب عقبال ما حج. اسمعوا هاترو كادارون كمالا كلابك هجر كبشي شلت باكا بكوري. قتيلة كمالا كسيكا ناموني كابتولوكيا. اتقل تاخد حاجة نظيفة. ايوه انا عايز اعرف ايه اللي جاي بقى حضرتك. اللي جاي ان شاء الله هم اختاروا الدبيحة يذبحوها وجايب لها قدر يحطوها فيها اللي هو المعلم ده. ان شاء الله ربنا يكرمنا ناكل جميعا يعني. دبيحة ايه؟ ايه؟ انا فين؟ ايه ده انا فين؟ انتوا مين؟
انا ايه اللي جابني هنا؟ انا كنت رايح افغانستان. ما هي هي كنت هتروح افغانستان يلبسوك حزام الاسد تفجر نفسك، ادي جيت هنا هو هيلبسوك سيخ وتشوي نفسك عادي يعني. طب اسود ونايل بنيله. سيخ طاووق. سيخ طاووق صح. يا عم ثانية واحدة سيبونا. انا انت في ايه فصلت ولا ايه مان؟ تقريبا. طب خد كل دي. انت بتحب افغانستان؟ انا مش بحبها بس بحترمها. خد بقى دي الموزة دي عشان تعلي. ايوه حاضر. ماشي يلا. هو في ايه بالظبط؟ هو احنا فراخ؟ بقول لك ايه اهدي ويا رب يكونوا بيحبوا الفراخ اللي هو انتوا وما يكونوش بيحبوا الديوك باذن الله يا رب باذن الله. خدي تعالي هنا تعالي. انت قلت اسمك ايه؟ مروه الشايب. مروه الشايب؟ ده انا اكرم الكومي. احنا بقى نبقى اصحاب ومحدش يفرق ما بيننا. ونتجوز ونخلف صبيان ودمات. بتعمل ايه؟ بصنطكوا. الواد ابن المحظوظ ابو صوت رفيع الوحيد اللي ربنا انقذه من حفلة الاكل دي. فظيع حظه رهيب. الله حظه زبالة. الله تعطي. طب هقول له انا لو انت زعلان. تعطي مش تقول انه في ضيوف. ده كلام. ده احنا بيت كرم. ايه تعطي انجك ابو اونجي كابوم. عايز ابلونج مصدع والله. عساسي كتا. اقعد عشان انت اخرك سوسيس. اقعد. كالا بلا. ها. كالا بلا تاتي. كاتي بلا. كاورشي. هاتي القهش اللي هناك. حطوا جوه حط عليه كاتشابون ومايونيزون ونحط بقى ملح بس مش كتير مش كتير وزبطوا وخلصون ما تيجي انت تطبخون. كلاتي يا كاشي هاتي كاشا. يا معلم مكتوبه لك يا معلم. يا جماعه انا طعمي وحش والله دقتني قبل كده ما عجبتنيش. مكتوبه لك يا معلم اول واحد. أرعونج سلعونج. دوق انت دوق ايه؟ انا دوق؟ خش يا معلم خش عشان ادوق. خش. ايه وحشة؟ لا تقريبا عمل حاجة في المية تقريبا من الخوف يعني. ما تحطوش ملح. ها ناسو سمنونج. سمنونج بلدونج. برضو سمنونج بلدونج. تعدي لدك مش هتعدي. قالاتي لدك مش هتعدي. قالاتي لدك مش هتعدي. يا قالاتي يا قالاتي يا قالاتي هذا أكلي جاهز. ايه جدعان في ايه؟ واحنا كفرة ولا ايه؟ في ايه؟ هتتبعونا وتسوونا؟ انت بتقطع جزر على نفسك؟ انت فاكر نفسك بسلة ولا ايه؟ انت ايه؟ خلاص ده انت بيسلقوك يا ابني. انت اتسلقت خلاص. ايه ده؟ انا السلاق المحفظة. فلاورجي. كوارشي. كوما ملكة فاكش. اي تمام. احتفال. يلا بلا. تمام. والله لقيتكم دي عادة.
قدرة كشك ما شاء الله. المصري هيفضل مصري. خدوا يا رجالة لغاية ما يموت ما شاء الله. خدوا يا رجالة صباح الفل. ببلاش دي. ايه؟ اتسلق المعلم ولا ايه؟ اتسلقت. انا ايه؟ انا مش على بيحصل ده ابدا. ايه؟ دي جريمه الانسانيه. ايه ده؟ دي جريمه ضد الانسانيه. بقول لك ايه؟ انت بالذات اخراسي خالص. لغايه دلوقتي هي جريمه فرديه. هتعملي لبط هتبقى جريمه جماعيه. اهبطي. كلمه يا كابتن. نعم. كلم الزعيم بتاعهم. اكلمه اقول له ايه؟ يعني هيفهم لغتي؟ كلمه باي لغه، بالعربي بالانجليزي باي حاجه. صباح الفل يا زعيم. كما لك ما كسا. أكون ما كاتب. Good night. كوري ما كاشيكا. بونجور. ما لا ما كاشيكا. النخ. والله بحبك موت. يا حمادة. أنا بعدك أنت أموت. يا حمادة. أنا قلبي. أيوة. والهوى. وبدوب حب حمادة. حمادة. حمادة هو اللي أنا بهوى. حمادة هو اللي أنا بهوى. ما أنت قاعد بتفرق. اقعد في حتة. تلعبش الحال. حمادة هو اللي انا بجيبه. وبحرف النون الولد ده يبقى نور. العسل ده الولد ده العسل ده. كوموناسا يعني اعمل ايه؟ يعني كومو اله. كوموناسا يعني اله؟ دي عجبك؟ ده انا كان بنت افريقيه كانت ركبت معايا الميكروباص يعني ما كانش معاها اجره. فدتني دي. دي انا بعرف اتكلم مصري كويس. لا راجل. وسيبنا استهلك اللغه بتاعتي. يا انت تتكلم مصري؟ ايوه. انت رحت مصر؟ كنت فين؟ في السيده عائشه. في الليبجيه يعني؟ كنت. يا سلام. كنت بشحت في الشوارع هناك. انت بداتها من تحت خالص يعني. يعني لو دي هتاخدها وتسيبنا يعني. ها كارشي. دي سلسلة ألبسها أبقى روش. هونجا كابونجا هونجا كابونجا هونجا كابونجا. زعيماتي فس فس أزعريتا. أنا شكلي جيت على مقاس دماغهم واضح يعني. يا هم كده شكلهم افتكروك الزعيم. ما نطلق في القفص يا معلم. كالاتي كوارشي هونجا ديرونجا اوتلب سونجا دارابس ما ياسر شونجا. بقول لك ايه؟ هو قال لك ايه؟ يقول لي هات الدرع وتعالى بسرعه. بس يا عم والنبي هات درع وكيسين اريال يا معلم. والنبي انا واخد علبه بوكس واتنين هوهوس. حاسبني بقى عشان امشي. انت عليك ثلاثه فرط من امبارح يا اشرف. فين ده اشرف؟ ده حسام اخويا. انا اشرف. ايه ده بجد والله؟ لا مش هاكل يا جماعه الكلام ده. يا جماعه مش هينفع كده. انا مش فاتحينها لله. ايه ده؟ نفس البتاع اللي في السلسله. عشان كده دي بتاعت الزعيم بتاعهم. يا كالابالا رمام. اسمعوا كارفورون مول العرب. حلو. ما دام انا بقى ايه شبطت معاهم انا هلبخهم وانتوا تخلعوا. ها؟ كواشي ما راسي ابدا تتويج.
مراسم تتويج؟ لا ألف مبروك. الله يبارك فيك. يلا زيط. أزيط؟ يا هيز براحتك. اسمها هيز. زيطة. زيطة، جاي من الزيطة. كله هيزيط. يلا اختر لنا حاجة حلوة ناكلها. حاجة حلوة ناكلها؟ من دول؟ طب بص مبدأ يا عم، خد البتاع اللي لاب خاني دي. مبدئيا أيوة. ها الراجل ده انا ما بحبش السمين. يعني ايه كوليسترول وبتاع، فيا ريت نفرج عنه. كوارشي وكباكا. ايه يا جمهور؟ لا يا باشا والنبي يا باشا، والله المكان ده ربنا فيه زبون الحمد لله. يا ابني هو انا بلديه يا ابني؟ يا باشا ده انا بنقذك يا قط. يا باشا معلش يا باشا، وفروا لنا اماكن الاول قبل ما تنقلونا. ان شاء الله المحافظ الجديد هيظبط لك كل حاجه. يا باشا ده بياكل 5 عيال المكان ده والله. يا عم اطلع يا عم، هتستوي. انت فرحان؟ انت مش فاهم انك بتتعذب. بص بنت ام كاسكيتا. كاسكريكا. هي دي. ماشي هي دي، هاتوها نسلقها ناكلها. هلا بالا كاشي، هات الموزه دي. يا جماعه حرام عليكم تموتوا الصاروخ ليه؟ اصبر عشان دورك جاي. اصبر. ها حرام عليك، خليهم يسيبوني. يسيبوكي ليه؟ من حق كل واحد ان هو يخش ياخد دوره جوه القدره. حضرتك انت بتاخدي دورك دلوقتي، وهم حبوا النوعيه دي من اللحمه. لعلم انا ممكن اسيبك يقطعوكي ويسووكي ويعملوا اللي هم عايزينه، بس احنا جدعان برضو. ها ما ينفعش اسيبك. خلاص سيبها يا معلم، سيبها. هونجا كمان سيبها، احنا ناكل فاكهه وخضار بس. بوليس ارمي الخيار. يا عم ده مش بوليس، ده بتاع الغاز. ده اليو ان. اليو ان اهلا وسهلا. دول ركاب الطياره. ايوه وانا القائد بتاع الطياره اللي وقعت بيها هنا. تمام الحمد لله. ايوه يا فندم. لا اله والحمد لله. الحمد لله. هبعت لك الاحداثيات حالا. حاضر. لو سمحت حضرتك، الناس دي كانت عايزه تاكلنا من شويه، ومحمد صلاح ده بهدلنا والله. الناس دول يا ابني ده اللي مربيهم بايد والله. بهدلونا، ده كانوا هياكلوا صاحبي ده. لا طب بص. بومبوني تديهم البومبوني تاخد عينيه. بومبوني بومبون سيما انسخبوه. يلا يا شباب يلا تعالوا معايا. يا كواشي يا عيفي نهرب. يا شهنانا هنا زعيماتي فسفس. سيك شهتا كاريكا. زعيماتي فسفس ارجوك بيكا. اوكا وارتيجا. قال لك ايه؟ لا ده شايف ان انت الزعيم ولازم تقعد معاهم. انا اقعد معاهم؟ بس بقى خلعني الناس دي. ماشي الناس دي انا عايزكم انتوا تخلعوا، وانا هفضل معاهم انا هنا. ماشي يلا. انت هتسيبنا يا كابتن؟ اسيبكوا ايه، ما انتوا خلاص واحد جه ينقذكوا، انا اللي هقعد مع الناس دي. انا بضحي عشانكم. اتفضلوا. بالعكس الناس دي زي الفل، انا مبسوط ان انا في وسط الناس دي. لا عندهم اطماع ولا عندهم اي حاجه. والست دي خدوها معاكم. خدوها معاكم والنبي. انا معاكم يا معلم للصبح. مش انا الزعيم؟ زعيماتي. وبحرف النون. يا رب تجعل استفتحتنا خير النهارده. يا رب ارزقنا بعيانين كويسين يا رب. يا عفاف. يا لهوي الدكتور سامي جاي. انت يا عفاف. ازيك يا نرسيس يا عفاف؟ هو انت يا زفت؟ اسمي الدكتور زفت. دكتور زفت؟
لكن بالنسبة لك أنت ممكن تقولي لي زفوتي زفتوتي. بقى بذمتك يا باشا مرجي يا معفن، ده منظر دكتور. أنا راضي ذمتك أنت، بقى ده شكل ملاك رحمة، أمال شكل المخبرين يبقى إيه؟ بص يا أخويا في المراية وأنت تعرف. بص يا أختي في المراية. بص. يا سلام. قمر قمر. وريني كده. أهو. القمر قال. إيه ده إيه ده أعوذ بالله. شكلك وحش أوي، إيه ده وسنتك مكسورة في إيه القرف ده؟ مسكي مسكي مخبرة. ده أنا اللي شكلي وحش؟ طب تصدق بالله ده انت محتاج 20 عملية تجميل عشان يبقى شكلك بني آدم. والله عشان ابقى بني آدم مش عايز عملية تجميل، انا عايز عملية تفجير. ركبولي بقى راس من جديد ابتدي ابقى بني آدم. خد يا ديابيليا هنا. ما تزقيش. طب عايزة ايه؟ عملت ايه في البضاعة؟ بضاعة ايه؟ بضاعة ايه؟ وطي صوتك. بضاعة ايه؟ بضاعة الترامادول واخواتهم. قصدك الترامادول اللي بنقلبهم المستشفى ونبيعه. لا وطي صوت. نوطي صوتنا ليه؟ وفي حد غيرنا تشتغلينا؟ عملت ايه؟ خدت العينة زي كل يوم 20 شريط ترامادول. ماشي. خارج بيهم من طرقة المستشفى. قابلني السيد نائب مدير إدارة الصحة. بنفسه؟ بنفسه. قال لي خد ياض، رايح فين بالبرشام ده ومش عارف ايه، خفت منه غمسته بخمس شرايط. اديت لمدير المستشفى خمس شرايط؟ بتقي شره، ما احنا معانا 15 شريط. ماشي. كملت في الطرقة، قابلني سكرتير نائب مدير إدارة الصحة. بنفسه؟ لا بالبلطو. والله بفك معاكي ما تنشنيش. ماشي. اول لسه هيقول لي ها اديته خمس شرايط. يعني هو يا غبي ما تكلمكش على اللي معاك، تديله ليه؟ ما هيكلمني وانا هقول له اسف وهقعد ارغي ما اختصر واديله خمس شرايط. خلصنا، اتبقى 10 شرايط. الخير والبركه. وانا ماشي بقى بيهم قابلت مين؟ ما قابلتش حد، رحت مباحث المخدرات سلمت نفسي. اقعد انا اوزع برشام لله. ايوه ابقى شاهد مالك احسن ما تحبس. طب قلت لهم عليا حاجه ولا ايه؟ وانا غبي انا بعد كل ده معلمه اقول لهم على اسمك؟ لا طبعا، انا اديتهم رقم موبايلك بس. لو لقيت حد بيعاكس ده المباحث ما ترديش. حسبي الله ونعم الوكيل، كل مره تعمل فيا كده. ما انا مش قد الشغلانه دي، قلت لك ماليش في البرشام. خلاص مالكش في البرشام؟ في صفقه حقن معايا؟ لا بخاف منها والنبي بلاش. خلاص بلاش حقن، في دواء كحه معايا؟ لا بلغم وقرف، لا مش ناقص. غور يا فرج من قدام يا فرج. انت خدي خدي، هنقعد نحكي في برشام وننسى شغلنا الاساسي. ايه في عمليات النهارده؟ لغايه دلوقتي مفيش، بس ادعي ربنا يرزقنا. لا يا ربنا ما يرزقناش، عشان اللي بيخش عندنا هنا بيموت. حرام عليكم، الناس بتنتحر هنا. يا ده حرام عليك اللي انت بتقوله ده. ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قدوم الدكتور شوكت علينا هيكون زي الفل. ده هو الراجل ده ايه ايده فيها البركه في العمليات. ربنا يفك النحس على ايدك يا دكتور، عشان احنا فاضل لنا عمليتين ونكتب تحت الطلب هنا. يا سلام، قول يا رب يا اخي. عفيف. يا رب. عفيف. ايوه. عفيف الدكتور شوكت جه؟ تلاقيه قاعد في المكتب بتاعي ولا حاجه. طب استني ثانيه يا فرج. اسمي الدكتور فرج. انت يا فرج. خدامك يا هاني. بقول لك ايه، انت زمان كنت قلت لي ان انت بتعرف تقرا الكف. زمان انا لحد دلوقتي بقرا الكف، اقرا الفنجان، اقرا الجرنان، اقرا اي حاجه. لا والله مش جايب نظاره القرايه، انا اسف. انت هتستعبط؟ خلاص اقرا لك بالراحه. ايه ده ايه ده قدامك؟ خطين. خطين ايه؟ ايوه ما انا بقرا اهو، خط المرج وخط حلوان. في زحمه جامده في خط المرج. يا استاذ دي عربيه سيدات، انزل يا استاذ. مش هنحترم المرور ابدا والله. انت بتستعبط؟ ما انا ما بعرفش اقرا كف والدجل ده، عارفه لو فنجان اقراه لبلب، انما كف ابقى تجهز على طول. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه هموت؟ لا 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 لا. هعمل حادثه؟ لا 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 لا. هتطلق؟ لا لا. امال ايه؟ البن محوج، استني امشي على طول اقرا لي. فرج ما تستهبلش اقرا. انا بس بفكك، مالك متضايق؟ هقرالك بجد، انت اتضحك عليكي. من حبيبي صح؟ لا من اللي باع لك الفنجان ده. مش صيني يا ماما، ده بلاستيك. تشربيش فيه غلط والله. فيه؟ انت تستعبط صح يا فرج؟ ما انا ماليش في الدجل، انا كف وفنجان ايه والحاجات دي شعوذه. عايزه الحاجات دي بجد بقى واسرار حبيبك والحاجات دي، اتصلي بعبير اللباد. انا ماليش انا في السحر ده، هتجننونا في ام المستشفى دي. انت خرس ولا ايه؟
ايه ده؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. انت مين انت؟ انت مين؟ انا المعلم بسطويسي، اكبر مقاول فيك يا جمهوريه مصر العربيه. طب ماشي يا معلم، انت عشان تخش هنا لازم تتعقم الاول. اتعقم الاول ليه؟ داخل اوضه عمليات مثلا؟ اقول لك على مفاجاه يا حاج. اتفضل. فيك من يكتم السر؟ في بيت. انت في اوضه عمليات مثلا؟ ها يا سبحان الله، انا في اوضه عمليات؟ ده انا من زمان كان نفسي اخش اوضه عمليات واعرف بيعملوا جواها ايه. اقول لك على مفاجاه يا حاج. اتفضل. فيك من يكتم السر؟ في بيت. احنا في اوضه العمليات بنعمل عمليات. في اوضه العمليات بتعملوا عمليات؟ يا سبحان الله، امنت بيكم وبرحمي. اللهم اعفو عنا واغفر لنا، اللهم ارحمنا وتقبل العمر دي يا رب العالمين. ايه انت جاي تشهر اسلامك هنا يا حاج؟ عايز ايه؟ انت مين يا ابني وبتكلمني كده ليه؟ انا الدكتور فرج. ايه الكذب ده؟ ده شكل دكتور، امال بتاع البانجو يبقى شكله ايه؟ هي خلاص الدكتور بقى بالشكل. امال بايه؟ بالمجموع 99% متصور مع المحافظ بيه الدكتور. طب حضرتك دلوقتي انا عندي مشكله، ممكن تحلها لي؟ يا سلام، اذا كان بحل الفيزياء مش هحل مشكلتك. قول. طب سلام عليكم. لا لا خد خد، بفكك والله. ما اصل بتقول اي هبل. والله بفكك، بس لقيتك متنرفز قلت افك معاه. لا ما تفكش معايا. خلاص اتفضل. ايه مشكلتك؟ انت شكلك راجل طيب. انا مراتي من اسبوعين كده جت هنا وخلفت عندكم توأم. طب يا سيدي مبروك، فين الحلاوه؟ حلاوه ايه؟ ما انت مش عارفه مراتي خلفت ايه. اه شكلها جابت بنات وهو عاوز ولاد. يا ريت بنات، يبقى ربنا رزقك بولدين الحمد لله. يا ريت ولاد. امال مراتك خلفت ايه؟ خلفت معزتين. ايه؟ زي ما بقول لحضرتك كده، مراتي جابت معزتين. ليه؟ متجوزه خروف؟ لا مش خروف. امال جابت معزتين ازاي؟ هي كده جابت كده. يعني انت عايز تقنعني ان مراتك جت هنا وخلفت معزتين؟ ايوه سعادتك، ده حتى بالاماره المعزتين قعدوا عندكم هنا اسبوعين. اه في الحضانه بقى؟ لا كانوا بياكلوا نجيله تحت. يا حاج ما تجنناش، في حد يخلف معيز؟ خلاص ده قضاء ربنا، حصل خير. يا عم انا كل اللي يجيبه ربنا كويس وما عنديش اي اعتراض. طب انا السنه اللي فاتت جايبه لي ارنبين زي العسل، حسن ومنه في الحضانه دلوقتي. مراتك خلفت ارنبين؟ اه. ايه ده مش مصدقني؟ بقول لحضرتك مراتي خلفت ارنبين بالملوخيه. طب سلام عليكم. ما انت تقول كلام يتعقل. ما انت بتهبلني النهارده حضرتك، انت بتتريق عليا ليه؟ ما انت بتشتغلنا، كل اللي انت بتقوله ده كذب، مفيش حاجه اسمها تخلف حيوانات. يا ابني انت افهم بقى، مراتك ما تخلفش حيوانات. مراتي انا ما تخلفش حيوانات ازاي؟ مراتي انا خلفتي اصلا كلها حيوانات. يا سلام. اه والله. عارف سيد قشطه؟ اه طبعا، ده ابني الكبير. اه والله اسمه الحقيقي سيد البسطويسي محمد قشطه، بس هو منه اتشهر وربنا كرمه قال له سيد قشطه على طول. ايه ده؟ انا مراتي حامل. لا تجيب كلبين. لا انا مش خد، تعالى هنا. ما اكيد هتجيب كلبين، مش انت ابوهم؟ النبي انا مش فاضي رب انا وهوهو والكلام ده. لا لا يا كبرت عم. والله يا عم. وبعدين انا جاي احل مشكلتي. احللك مشكلتك انت؟ طب انت اصلا دخلت هنا ازاي؟ اخرج بره يا حاج. اخرج بره؟ انا جاي من طرف الدكتور شوكت. بقى انت تعرف الدكتور شوكت؟ اه يا عم، انا المقاول اللي بيخلص له الفيلا بتاعته. اه ده اللي جه عمل اللوز من اسبوعين. ايوه جيت عملت عملية اللوز عندكم هنا من اسبوعين، قام الدكتور زلط مفاتيح عربيته نزلت في بطني. ايه ده؟ يعني مفاتيح عربية الدكتور في بطنك؟ اه مفاتيح عربيته في بطني وما بتنيمنيش طول الليل، طول الليل تعمل وي 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 وي، لدرجة ان انا ما بقتش انام في بيتنا. امال البيت بتعمل ايه؟ بقيت باركن في الجراج. ايه ده يا حد؟ اهدى اهدى اهدى. لا انا اسف، اصل انا نسيت اقفل السنتر لوك. خلاص يا حاج ما تعيطش، امسح دموعك، شغل مساحات، امسح بس بس. بص يا حاج ادي اشاره يمين واتكل على الله. حاضر. يلا يلا حاج. سلام عليكم. ما يجي الدكتور شوكت قول له ان انا جيت. وعليكم السلام. يلا سلام عليكم. رعايه الله. يلا سلام. ابقى صلح الفانوس اللي ورا يا حاج. شفتي؟ شفتي الترامادول؟ كل واحد يضرب ترامادول يجي يرفونا احنا بقى. انت هتقعد ترغي كده هو والدكتور سامي زمانه جاي على فكره. ما يجي الدكتور زفت وانا بخاف منه ولا ايه؟ دكتور سامي ده بيقف قدامي يترعب، يقف يقول لي يا حلاوتك يا فرج. بس بقى يا نورة كفايه كده، ما يصحش كده. ده
الدكتور سامي؟ ايوه هو الدكتور زفت، بديله على يلا قوم فازي من هنا. انت ليه معانا هنا؟ ايه ده؟ لا مؤاخذه يا دكتور، مؤاخذه يا دكتور، قلت لك مليون مره ما تقعدش في اوضه العمليات. انا كنت بس بجرب لك الكرسي، انا اسف. اتفضل يا دكتور. ها جهزت اوضه التعقيم؟ حاضر راح اجهزها. انا خارجه يلا من الاستقبال بسرعه يا جماعه. ماشي ماشي احنا اسفين يا دكتور، بس ما تنرفزش علينا هنجهزها. ايه ده كله بيشتمنا هنا في المستشفى ولا ايه؟ انت ليه دخلك هنا؟ ايه يا عم داخل؟ ايه اللي داخل؟ داخل تعمل ايه؟ عايز ايه؟ سلام عليكم يا عم، ماما بعتاني ليك وبتقول لك اعمل لي عمليه اللوز وبتقول لك كتر البنج. وبعتلك معايا ال 10 جنيه دي. يا ابني يا حبيبي في عمليه ب 10 جنيه؟ يا عم انا بحلق ب 5 جنيه عادي. وانت جاي لي مزين؟ خلاص يا دكتور احلق له. احلق ماشي، انا احلق لك يا حبيبي. انا عايز اعمل عمليه اللوز. عايز تعمل عمليه اللوز ليه؟ عشان اكل جيلاتي. طب ما انت ممكن تاكل جيلاتي من غير ما تعمل عمليه. لا ما انا لازم بقى اتشرح مسايل والكلاب السكك تنهش في لحمي عشان بابا يجيب لي جيلاتي. طب ما تاخد ال 10 جنيه تجيب بيها جيلاتي. لا ما هو هلحوس نفسي وهيعرف ان انا ما عملتش العمليه هيزعل. انت يا ابني اهبل وجاي تجنننا؟ يا عم عايز اعمل عمليه اللوز. ممكن تخرج عشان انا عندي عمليه دلوقتي؟ لا مش هخرج. طب لو لعبتك هتخرج؟ ماشي. امسك كده اعمل لك لعبه عجبتك تخرج. ماشي. شايف ايدي؟ اه شايفها كويس؟ ايوه. بص كده ها عجبتك وحلو. يلا اخرج بقى. يلا يا عم وحلو حلوه. انت دكتور عبيط يا عم انت. لو سمحت احترم نفسك، انا دكتور محترم. في دكتور محترم يعمل بس يا حبيبي، بس يا حبيبي. يلا اخرج بقى. يلا مش خارج يا عم. طب اعمل لك كمان حاجه تسليك وتخرج. اه وتخرج. ايوه اخرج. هخيط لك بقي. ما ايه ده القرف ده؟ مش دكتور، هعمل لك ايه يعني؟ طب ماشي يلا. هات لي بكره الخيط يا فرج. بكره ايه؟ اهي البكره اهي. طب يلا كده البكره هتخلص. ايه ده انت هتعمل لي فتله؟ عيب يا حبيبي عيب، ما تقولش كده عيب. والنبي يا دكتور عايز اعمل سمكه في البنطلون ده بس. ايه ده؟ انت ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه حلوه. يلا اخرج بقى. حلوه ايه يا عم؟ ايه القرف ده؟ يلا بقى اعمل لك ايه تاني؟ مش خارج يا عم. عايز تعمل عمليه؟ فرج هات لي الحقنه عشان نبنجه. لا خلاص خلاص حقنه لو النبي. طب يلا اخرج يلا يا عم. ما تزقنيش انا بتهزق في المستشفى دي. يلا اخرج يلا يا عم. وبعدين معاكوا ياض اتكل على الله عشان ما اعملهاش معاك. طب بالزق ليه طيب؟ انا متهزق هنا في المستشفى دي، انا كنت ملقب بالخازوق في القصر العيني. يلا يا راجل يا خازوق، يا راجل يا خازوق. اوعى اوعى يا عم. ايه ده حاجه زفت؟ ايه اللي انت عملته بس ده يا دكتور؟ هو والحاجات دي حلو حاجات كده بقى. اعملها والنبي تاني والنبي. بص دكتور. نعم. مكانك مش هنا، عايز تبقى ساحر البنك الاهلي المصري بينول لك طبعا. تعالى يا دكتور نشوف اكل عيشنا، انت هتقعد تنفخ. يلا بينا. تعالى يا عم، حاجه قرف والله في المستشفى الزفت دي. اعمل ايه دلوقتي يا بت؟ يا بت هو اصلا هيفضل عامل كده لغايه ما ترشي له الميه؟ معلش لسه ما عداش عليها. انت اصلا بيعاملني ازاي؟ معلش اول ما يعدي على الميه هيبقى زي الفل. طيب. اوعى المريض، اوعى المريض اللي جاي. تبقى كويس. اوعى المريض. اصبر هتبقى كويس. اوعى 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 اوعى. هات 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 هات. هتضلني هنا. الحق على مهلك. على مهلك على مهلك على مهلك. انزل 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 على مهلك. بس استغفر الله العظيم يا رب. الحمد لله كنا هنقع من على المنحدر.
يبقى خد بالك كويس يا ابني وانت سايق. الله يخرب بيتك يا فرج. الله يخرب بيتك يا فرج ايه؟ قلت لك مليون مرة انت تاخد بالك وانت سايق. انت رايح فين يا دكتور؟ هلحق الترول اللي راجع. ايه يا فرج؟ هو انت كل عيال هتبهدلهولنا كده؟ انا ببهدلهم اه بس انتوا بتشيعوهم. طب احترم نفسك وتفضل هات تقرير الاستقبال دلوقتي. ايه ده هو انا ما جبتوش؟ لا لا يقطعني يا سلام ثواني اكون عندي. ايوه احلى تقرير للدكتوره. على فكره العيان ده عنده غيبوبه سكر. وعرفت منين ان شاء الله؟ هي دي محتاجه مفهوميه. هو لازم اكون دكتور عشان اقول لك؟ وهو يا حسونه لو عنده غيبوبه سكر هيعملوا له عمليه؟ لا ما هو لو عنده غيبوبه سكر كانوا طلعوا له عينيه فوق. العنايه زحمه قوي فقالوا يجيبوه اوضه العمليات. والله انت بتستهبل بقى. طب اتفضل شوف شغلك وما تخليش اتعصب عليك النهارده. اروح اجهز انا بقى العمليه. اخلص يا حسونه. بقول لك ايه؟ ايه؟ جيب الميه ورشي منها هنا عقبال ما الدكتور سامي يخش يعدي عليها. ماشي؟ ماشي. يلا بسرعه. ها رشيتي؟ يلا يلا يلا. رشيت خلاص. يا لهوي ده الدكتور سامي رجع والدكتور شوكت هو اللي جاي. تعالوا صحيح. لا لا خلاص خلاص الدكتور شوكت جاي خلاص خلاص. صباح الخير. صباح الخير صباح الخير. ايه الميه اللي مدلوقه دي؟ معقوله معقوله اوضه عمليات يبقى في الوش كده في ميه؟ انتوا بتستهبلوا ولا ايه؟ سهل الميه دي. حاضر. ايه الكلام الفارغ ده؟ اه ودي الحاله كله تمام؟ صباح الخير يا دكتور شوكت. صباح الخير يا نوره. ايه ده يا نوره؟ انا اول مره اخد بالي ان انت حلوه كده. دي محلوية النهاردة قوي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده انت عندك عينين اتنين ومناخيرك فيها فتحتين. انت غريبة جدا النهاردة. ايه الحلاوة اللي انت فيها دي؟ ازاي ما خدتش بالي الفترة دي كلها؟ جاي جاي جاي. مين اللي جاي؟ العيان يا دكتور شفته؟ لا اسمه جه. العيان جه مش جاي. هو ده العيان؟ اه. فين التقرير بتاعه؟ زمانه جاي هشوفه. اه يلا شوف التقرير. يلا اجهز بسرعة. ماشي حاضر. ها آه. حسون راح يجيب التقرير يا دكتور. يولع حسون يولع التقرير. طز في المريض. ايه يا بنت الحلاوه دي يا بنت؟ ايه يا بنت اللي انت فيه ده يا بنت؟ يا دكتور يا دكتور معلش ممكن تيجي تشوف العيان دقيقه واحده؟ اه التقرير التقرير التقرير. يلا شوفيها نورة بسرعه. روحي رش الميه. ده عيان يا دكتور. ايه ده؟ ايه يا جماعه الميه دي؟ امسحوا الميه دي يا جماعه. يا دكتور الاستقبال بيقولوا ان هم بعتوا تقرير مع الحاله ممكن يكون وقع في الارض او في الاسانسير. طب ما تتصرفوا يا جماعه انتوا بتستهبلوا. يلا بسرعه شوفوا التقرير. يا دكتور يا دكتور ايه ده يا جماعه؟ ما تمسحوا الميه دي يا جماعه نوع على وشنا. يا دكتور قلبت الدنيا على التقرير مش لاقيه. ده تهريج. في تقرير ولا مفيش تقرير؟ طب وبعدين يا جماعه هنعمل ايه في الموضوع ده؟ فيها حاجة غريبة. فيها حاجة حلوة. ترانا. حاجة حلوة جدا. ترانا. حاجة بتخليك ترانا. 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 فيها حاجة أمن. حاجة حلوة أمن. ترانا. 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 مش خطوا على الميه يا اختي؟ طب اتفضلي بقى روحي امسحي الميه دي دلوقتي حالا. انا مش عايزاهم هما. همسحها بس انت حاولي تسكتي عشان انت كل ما تتكلمي هيقعدوا يتنحنحوا كده. هو ريرا ريرا ريرا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي بتعملوه ده؟ احنا فين؟ اوضه عمليات ولا بنهرج احنا؟ دكتور ايوه احنا جاهزين يا دكتور. جاهزين ازاي؟ فين التقرير؟ هنعرف عنده ايه ولا هنعمل له عمليه ولا مش هنعمل عمليه؟ ايوه
ايه ده المريض بيموت بسرعه. الجهاز بتاع الصدمات، جهاز الصدمات الكهربائيه، جهاز الصدمات الكهربائيه. اسكت يا دكتور بسرعه. اعدله يا دكتور. اصل انا ما حضرتش الحصه بتاعه الصدمات، معلش. ده السنه تانية باين ولا ايه؟ ماشي ده بيتمضمض ولا بيتكهرب؟ احنا لو بنكهرب حمار كان مات يعني. الصوت لسه شغال يا جماعه. ايه ده؟ وحضرتك بتتكلم على الصوت ده؟ انا اسف، ده الموبايل بتاعي. يعني عامل رنه الموبايل ان احنا نقعد نكهرب الراجل كده؟ معقوله يا جماعه حرام عليكم كده، هنخلص الكهرباء. احنا لازم نبقى وطنيين ونحافظ على الكهرباء. وبعدين لازم نعمل تقرير الكهرباء دي تتغير، ها؟ نعمل نمط موفرة. ايه المريض ده؟ يا جماعة احنا مش هنستنى تقرير، واحد زي ده مواطن مصري من حقه ان هو يتعالج ما دام بيدفع ضرايب، والضرايب دي اللي احنا بناخد منها مرتباتنا. مش هنستنى تقرير. انا رايي ان احنا نفتح بطنه واللي نلاقيه نعمله بقى وخلاص. يلا يا جماعه. ماشي. التليفونات نشيلها ولا؟ شيلوا الموبايلات دي وخصوصا موبايلك. اعمله سايلنت. ماشي يا دكتور. خد الموبايل. الجفت. نورا. يا بنت يا نورا. ايوه جاي. تعالي. نعم. بقول لك ايه يا اختي؟ رشي له الميه في اي حته وخلينا نخلص من الموال ده. ارشها له ازاي دلوقتي وهو ولا هيدخل ولا هيخرج؟ يا ستي في اي حته. بصي رشها له تحت الترولي وانا هشغله شويه. طيب يلا شاهين. دكتور سامي. يا عفافي. لو سمحت، هو ده التقرير؟ ايه ده؟ وريني كده. بطلي اسلوبك ده والسنتحه بتاعتك دي. استني هنا. تعالي. جبت الجفت؟ ماشي. ده التقرير؟ انت بتعملي ايه يا نوره؟ ايه ده؟ ولا حاجه. احلى ولا حاجه سمعتها في الدنيا. نوره هاتي بقى ميه عشان انا عطشان. لا هاتي بقى. لا انت كويسه. لا الله، ايه الميه الحلوه دي؟ ايه عفاف ده؟ عفاف ايه ده يا ركوبان؟ عملت ايه في المركوبه وما تقوليش لا؟ يا في ايه يابا؟ قلنا المركوبه اتحكت من عند الرفرف يابا، حكه بالراحه. طب والمرايه؟ انا ما بعرفش اسوق من غير المرايه. يا عم الحاج، المركوبه بتاعتك رشقنا بيها في الجبل. يعني اترشقت خالص؟ ايوه. طب والمرايه؟ اهم حاجه المرايه يابا. ما بعرفش اسوق انا من غير المرايه. يا عم هو ابوك دهبل ولا فيه ايه؟ هفهمه انا عشان هو بيفهم بصعوبه. يابا احنا دخلنا بالمركوبه في الجبل اتعجنت في بعض. والمرايه؟ ما بعرفش اسوق من غير المرايه. هو انت غبي يابا ولا ايه؟ انت متخلف يابا. انا ماليش دعوه بكل الكلام دوت. انا عاوز المرايه. هي المرايه مالها؟ مكسوره. البيت صابون. ايه بس ابن، وبعدين ادينا عليها زبل حنان. ايه بشيلها على المغربيه. ابدا يا حبيبي، ابدا يا حبيبي. المركوبه مش نافعه تاني؟ يابا مش نافعه. تغور المركوبه، انا عايز البرايه. يابا انت كنت شغال بتاع ازاز يابا. في ايه؟ ابدا يا حبيبي. يابا حرام يابا. بص انزل من على ودانا اهي، ريحنا بقى. ما انا اشتري. اهو انزل بقى خالص. ما انت ما بتشتريش حاجه، ما انا اللي بشتري واقعد اجمع فيك انا. ابدا يا حبيبي. يا ابني ما تعملش زي امك، بعتتني اخر الدنيا عشان اجيب لها باكو شاي. بعتتني نبتون.
افهمك انا يا ابا. فهمنا يا حبيبي. انا عارف ان انت بتيجي بالراحه. فهمنا يا اخويا. احنا كنا راكبين المركوبه وماسكين ايدين بعض كده، فجاه دخلنا في الجبل كده. يلا نبخ ونوزع الفقراء. سعيد اللي حصل، دي اول حادثه تحصل على الكوكب. اول حادثه، بس السبب عندكم في الكوكب ان مفيش عندكم اشارات مرور. اشارات مرور ايه؟ ايوه، ومفيش نظام. انت ايه اللي بتقوله ده؟ ده العيال من ساعه ما بيروحوا المشترى بيشموا من هناك غازات، وحالهم بقى غريب، وبقوا يضربوا اهاليهم. ما عشان كمان ما عندكوش شرطه للمخدرات. انا مش فاهمه اللي انت بتقوله ده. انا طلبت الجماعه الكبار بتوع الكوكب عشان افهمكم ازاي تعملوا نظام، لان النظام ده هو اللي بيمشي العالم كله. كوكب الارض ماشي زي الفل بالنظام، هو في شويه لعبكه كده بس ماشي زي الفل، لان النظام هو اللي بيمشي العالم كله. فين بقيه الناس؟ فين اهل الكوكب؟ عار عليك يا فارس السليم. عار عليك يا فارس العرب. نعم، إنكم تأكلون قشر الليمون وتخللون غصان الزيتون. أنت بتتفرج ده ريتشارد قلب الأسد؟ حلو حلو ده. حلو قوي، أهلا وسهلا. فين بقيت كبار الكوكب؟ أنا عايزكم كلكم. فليتفضل كبار الكوكب. هم عليهم اللعنة جميعا. أقدم لك فيليب أوغوست، ملك فرانس وقائد جيوش البراجيل. كونراد دي مفراس معين. خرم الإيزون، مبيض محا. خرم الإيزون؟ نعم. أنت اسمك خرم الإيزون؟ أيوة. ده الاسم الثنائي يعني. أيوة. كويس، ما حدش بيناديلك باسمك لوحدك. كما قدمتهم لك. نعم. كما قدمتهم لك يا سيدي. أيوة. نعم، فكلهم في انتظاري. البابا في روما، والحطبين في الجبال، والبرنس في امبابة، ونعمة في العجوزة، والشبراوي في أي حتة. يعني هم دول كبار الكوكب. أي نعم. طيب أنا جامعكم النهاردة عشان أقول لكم على حاجة مهمة جدا. إن دلوقتي لازم يبقى عندكم حاجة اسمها نظام. النظام ده موجود في أي كوكب على مدار المجرة كلها، يعني كل كوكب لازم يبقى فيه نظام، لازم يبقى عندكم إشارات مرور. إشارات مرور؟ أيوة، ولازم يبقى عندكم وزراء، وزير مالية، وزير مالية، وزير داخلية، وزير داخلية، وزير خارجية، وزير خارجية، ورئيس للكوكب كله بقى. رئيس للكوكب؟ أيوة. انتوا فاهميني ولا مش فاهميني؟ لا احنا مش فاهمين، والنبي يا سعيد يا ابني تفهمنا بطريقه احسن من كده. انا فاهمكم ببساطه، هاتوا لي طبله. هات لي طبله انا فاهمهم بالغنى. ايوه. الاغنيه اللي انت قلت لي عليها انا عرفتها. في كوكبكم لازم يبقى في اشاره للمرور، للمرور، احمر اصفر وكمان اخضر، للعبور، للعبور. في كوكبكم لازم يبقى في اشاره للمرور، للمرور، احمر اصفر وكمان اخضر، في اشاره للعبور، للعبور. واللي يخالف الاشاره شرطه تاخده على السجون، على السجون. ايوه كده فهمتوا. اختي هاتي كحك وبغره يبقى ديسكو مصر. خدت كل ماشي. عرفتوا كده ولا ما عرفتوش؟ مع بعضيكوا بقى واتفقوا مين هياخد انه منصب. اهم حاجه وزعوا المناصب. وزع انت ككبير للكوكب. شكرا. يلا احنا بينا انا وانت نروح نشرب بقى حلبسه على الكورنيش. يعني ايه كورنيش؟ ويعني ايه حلبسه؟ لا انا عايز اشرب كونياك. ايه ده؟ عرفتيها منين دي؟ ما هو الراجل قال الكونياك مشروب البنت المهذبة. ده ستيفان روستي. ايوه. ثانية واحدة اتحزم واجيلي. يلا. انا اللي هوزع المناصب. مناصب مين يا عم؟ تعال الغنى احسن. يلا. يا اختي هاتي كحك وغريب بسكو مصر. يا اختي هاتي كحك وغريب بسكو مصر. لا لا لا، لازم لازم نوزع المناصب يا جماعة، لازم. قول. يلا. بص انا عينتك مدير شرطة الغازات. مهمتنا ضبط النفس. وانت عينتك
مدير شرطة المرور. أنا مش عايز المرور. أمال عايز إيه؟ المراية. معرفش أسوق من غير المراية. أحلامك ضعيفة وهتغرقنا. طب وأنا؟ أنا؟ لا أشوف أنا الأول. اتفضل. أنا همسك المالية. تمام؟ ليه يا حبيبي تمسك الملايه؟ لحظة، هيبقى في رئيس للكوكب قدامك أهو. حبيب قلبي، رئيس كوكب أنت عايز تمسك الملايه عشان تلعط الفلوس في كرشك؟ وأنا حرام يا فضائي يا أبو جناحين؟ يا جماعة اهدوا بالله. فعلا أنا بس يا عم خلاص. لا يا عم، لا 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 لا. في إيه؟ في إيه؟ إيه 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 إيه؟ سكوا جايب لغاية آخر الكوكب، في إيه؟ عالم من السنين ومحدش راضي بالمناصب. أنت اللي منافسني، أنت راخد. بس بس واضح إن أنتوا اتخانقتوا عشان المناصب، والمناصب دي اكتر حاجه بتعمل مشاكل. لكن في نظام، النظام ده بيقول ان في انتخابات وفي استفتاء. دي حاجات هعلمها لكم. ايه ودانكم اللي عماله تقع كل شويه دي؟ تعالوا معايا اعلمكم ازاي تنتخبوا مين اللي هيمسك كل منصب. تعالوا ورايا. في حاجه اسمها استفتاء. افتي ربي تعبت تعبت من سينما المسرح لاذاعه، اسبوع لا اكلت ولا شربت ولا نمتش اكتر من ساعة. ده ايه البيت القشطة دي؟ وراح بتقول ببريعاتك. جرى ايه يا راجل انت؟ جرى ايه يا بت؟ في ايه يا بت؟ ما تيجي نتجوز ون ايه يا راجل انت؟ هو انت عندك صحة؟ بس في 67 وده رجالة. في 67 وده رجالة. ووقفت وقفه رجاله. جرى ايه يا راجل؟ جرى ايه يا وليه؟ بقولك نتجوز ونغور من وش امك العكر يا عكره. ما تحترم نفسك يا راجل يا شايب انت، انت خلاص سلمت نمر. بس في 67 كنت رجاله. ووقفت وقفه رجاله. بقولك ايه يا راجل؟ انا خلقي كانس، ما تخليش خلقي ما استرتش عليك. انا اعرف مراتك وممكن اروح اقول لها دي مراتك، دي حبيبتي 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 خمسه حبيبتي. لا 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 يا اختي اسمها الله. لا 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 لا، انا مش عايز اعرف مراتي اي حاجه. انا مش عايز اتجوزي خلاص. انتي تروحي ربنا يرزقك بعريس تاني تتجوزي وجوزك يتجوز عليكي. لا يتجوزني، قدم لي شهادته من غير ما ينرفزني، يحكي تاريخ حياته، عايز اعرف اخلاقه من غير سين ولا جيم، بيتشقى بيتعفرك ولا مستقيم. هي احلى من الشرف مفيش. يلا يا راجل يا واطي يا يا مجنونه يا للسايكه. فرتيك يا بنتي ومين؟ خوازيق؟ ليه يا ربي عملتي فيا كده؟ خد يا ولا انت هنا ولا خد يا بنت هنا، تعالي هنا يا بنت. اللي انت عملتيه ده؟ اللي انت عملته ده؟ حطيتي وشي في التراب، حطيت راسي في الفضاء. يا بنت ينفع اللي انت عملتيه ده؟ ينفع تغلطي الغلطه دي مع خوازيق؟ ايه يا بابا في ايه؟ ما تهدى كده وتقول هديت، في ايه؟ يا بنت عيب انت بتكلمي ابوك يا بنت كده، تعمليه كده؟ لازم تصلحي اللي انت عملتيه ده، انت اللي غاوتيه. بقول لك ايه، انا مش هتجوز واحد سلم لي نفسه قبل الجواز. تلاقيك عملت له الزلزال وانا مش عارفك. ارتحت؟ هي دي وصيه امك نيازك السلحدار الله يرحمها؟ وديتنا في ده يا شيخ. يا بابا اسمع، اخرس. ده في الشهر الكام يا ولد؟ في التالت. طب انا اعمل فيك ايه بعد ما فضحتني وعرتني؟ لا يا بابا، لو هو ده اللي هيفضحك وهيعرك انا مش هسيبه، انا هنزله اهو اهو اهو. بس مهما كان المخلوق الغريب اللي في بطنك ده يبقى حفيدي، وانا مرضاش بكده. دبرني يا رب، دبرني يا رب. اسكتي بقى اسكتي بقى، اشوف اخويا وحبيبي هيعمل ايه. يا رب يوافق على الجوازه يا رب. يا اخويا عايز ايه؟ احنا لازم نعمل حاجه للي حصل ده. اللي اتكسر عمره ما يتصلح. لا، خلاص اللي اتكسر نصلحه. ازاي؟ احنا نجوزهم. ما عنديش مانع والله. ما عندكش مانع نجوزهم؟ اه. حس كده بقى، احنا لينا طلبات. بنتي دي يجي لها العفش كله، كل العفش من مدينه النجوم،
ايه مدينه النجوم دي؟ سيتي ستارز. كل العفش كله من سيتي ستارز. وعلى ايه كل التكاليف دي؟ ما نجيب كل حاجه من الوكاله. طالما هتجيبه بقى من الوكاله، وكاله ايه؟ وكاله ناسا. وكاله ناسا؟ اه. هو احنا اي حد عشان تقولنا من وكاله ناسا؟ بقول لك ايه؟ انتوا خلاص، انتوا طالما هتجيبوا كل حاجه، احنا نجيب حاجه واحده. ايه هي؟ المرايه. الله يحرقك. الله يحرق المرايه يا شيخ واللي جابوا المرايه. انا ما اعرفش اعيش من غير المرايه. طب بص بقى، انا موافق على كل حاجه. موافق؟ اه. مبروك علينا الخوازيق. البس. فورتيك. فورتيكا. خوازيق. خد ساتر، خد. كوكب الفاصوليا الخضراء، يعني الرجالة بخير طول ما فيه جرجير، وسمعني سلام، اصحي يا منطقة وولع الندى، احنا نبطشية بس صنايعية، احنا نبطشية بس صنايعية. ازيك يا معلم؟ تمام. البير يا سيدي المعلمين. بقول لك يا بت، ايه؟ انا عايز عينك ما تنزلش من عليا. ازازة البيرة تخلص الاقي التانية بتنزل على طول. يا جدع انت بت مين؟ ده واد. بت. يا جدع واد اسمه مفك من المشترى. واد. بت. يا جدع واد. بت بت بقى قلت لكم بت في ايه؟ الله. مجانين. على الطلاق واد. طب تدفع كام ان هي تيجي دلوقتي وحتى رش في بقها؟ تدفع كام؟ ادفع اللي انت عايزه يا معلم. ماشي. فرجني بس. بيت واد. بيت واد. هتشوف. مساء الخير. اهو بتاكل الروج مش حطاه بس. عليا الطلاق واد، واتاكدت دلوقتي. ايه يا اسطى؟ في ايه يا اسطى؟ مالكوا؟ في ايه؟ اقعد ساكت. تعالى يا بت. في ايه يا اسطى؟ تعالى. ايه يا اسطى مالك؟ يلا يا بت. في ايه؟ في ايه يا اسطى مالك؟ في ايه كده غلط؟ انت قرعه ولا ايه؟ ورينا دماغك. على فكرة شعري كان أطول من كده وكل البنات بيغيروا مني. طب يلا بقى يا بت. يلا إيه؟ خلصي. عيب يا اسطى. هديكي 50 جنيه. 50 إيه يا اسطى؟ هديكي 100 جنيه. غلط يا اسطى. في إيه يا بت؟ ده أنت في سوق النسوان ما تسوقش شتا تعريفة. في إيه يا اسطى؟ مالك أنت عبيط ولا إيه؟ مالك؟ خلصي يا بت. خلصي. خلصي. عملتوا معانا الواجب وزياده، والحاج فوزي من سحراتي بيقول لكم يلا بالراحه ويا مستعجل ربنا يكفيك شر اللي عايزي. عايزي مش شايفني شغال؟ هتنقط شكله. هيولعها الحاج. هس اسمك ايه؟ الفسخاني. يعني ايه ما اسمعهاش؟ هس كمان مره. هس والصم والبكم. هس شعللها ولعها. معلش غصب عني الفرح ولع مني. معلش غصب عني. والنبي حد يجي يشيل النقطة. دستور. دستور يا مولاي. مولاي السلطان. فنون شعبية داخل عليا. ايه اللي بيحصل؟
يا جناب السلطان. تعمل ايه؟ وبدي بعدين مش قدام الناس بترسيني. والله لو عملت مولاي السلطان العظيم انا مش فاهم. انا جايبه لنفسي، انا جايبه لنفسي. قائد الدرك. ايوه يا مولاي. ايوه هوي هنا يا سيدي. قائد الدرك. ايوه يا مولاي. لو سمحت يا مولاي بعد اذنك ممكن تجيبه على اقل حاجه، الجو تلج. اثبت واسمع الكلام. ها ايوه يا مولاي. ها ايه يا مولاي؟ سنبل بيخوني. سنبل بيخونك؟ ايوه. ازاي ده اغى؟ لا مش بيخوني كده، لا يعني هو تآمر مع بعض الاشخاص على شخصي عشان تآمر ضد السلطنه. يبقى يتقتل. يتقتل يتقتل وبدون سبب عادي. انت اللي هتقتله. انا اقتله يا مولاي؟ اديني انت الاشاره وانا اقتله في التو واللحظه يا جناب السلطان العظيم. في لحظه ما هشاور لك بالمنديل الاحمر ده. ايوه يا مولاي. هتقوم منقض على سنبل الاغا تقتله. اقتله يا مولاي طبعا يا مولاي. امال هعمل ايه يعني؟ وانا وظيفتي احميك يا مولاي. يعني انت نفسك تبقى عاطف عوض ولا ايه؟ مش فاهم. طيب يعني هقول لك تقتله، بس اهم حاجه. ايوه يا مولاي. الراجل المتآمر اللي كان عايز يقتلني ده ظبطته ولا لسه؟ لا لسه ما جبناهوش، لكن هنقبض على المتآمر يا مولاي طول ما انا موجود. وده اعلى واحد عندي في السلطان. انا اللي بحميك يا جلالة السلطان. طبعا طبعا. اتفضل. اتفضل فين يا مولاي؟ اتفضل انت روح. حاضر يا مولاي السلطان. تكت حاسب الديكور. يا أخي كل حاجة بتبوظ، كل حاجة بتبوظ. أنا مش عارف أنا قلت لمين يقتل مين ومين ما يقتلش مين، مش إشكال. أما أديهم الإشارة بالمنديل كله يقتل بعضه زي ما قلت لهم. إيه ده؟ مولاي السلطان في الحرم لك؟ أهلا يا فيروز. أهلا يا مولاي. أخبارك يا فيروز؟ كله تمام يا أنا مولاي. قلت لك تقتلي حد أو حاجة؟ لا اليومين دول ما حصلش. قبل كده حصل ونفذتي؟ طبعا. تمام يا فيروز. دي جت منين دي؟ فض يلا اطلع معاه، اطلع معاه. انا اسف يعني بعد اذنك يعني. فضل. ماشي ماشي. تعال 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 فض تعال تعال تعال. احنا اسفين يعني. اتفضل اوقف هنا. اتفضل. دستور. قائد الدرك. دستور يا جناب السلطان العظيم. يا دي الفنون الشعبية اللي أنا فيها. فنون شعبية إيه يا مولاي؟ هو أنت لسه شفت حاجة؟ أنا شفت حاجة. ده كده رسمي يعني. مولاي. ماشي ماشي ماشي. دلوقتي عملت ايه في الراجل الخاين اللي كان جاي عايز يقتلك؟ لسه ما عملتش اي حاجة يا مولاي، لكن اكيد هعمل ولازم اقبض على المتآمر عشان يعمل كده.
واقبض عليه بقى يا مولاي. لو قبضت عليه وقتلته أنا هجوزك خديجة أختي. بتتكلم بجد يا مولاي؟ أنا عمري هزرت قبل كده؟ هتجوزني خديجة؟ أيوة. إذن لازم أرقص رقصة الفرح في رمضان. وده أعقل واحد عندنا. يعني خلاص وافقت هتتجوز خديجة، بس الأهم تجيب لي المتآمر. أنا عايز أقول لك على حاجة يا جلالة السلطان. فضل. مفيش أي متآمر، أنا اللي عملت كل ده وخليت متآمرين كتير حواليك عشان تفضل تخاف وتفضل في احتياج ليا. إيه ده، يعني مفيش حد عايز يتآمر عليا؟ لا. يبقى مفيش جواز من خديجة إلا ما تجيب لي أي حد متآمر. هاتلي أي حد قولي ده متآمر اقتله بإيدي. أجيب لك أي حد متآمر بس اتجوزني خديجة يا مولاي. المهم تجيب لي المتآمر. حاضر يا مولاي، أجيب لك متآمر يا مولاي. تفضل 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 مولاي. مولاي حط النقط على الحروف قبل ما نطلع سوا على الروف، والسلك لمس يا فول مدمس، انا عايزه اغمس جعان هموت. دي مش هيام، ده انت دخلتي في حاجه تانية خالص. يعني عموما يا هيام انا تحت امرك، اتفضلي. مولاي كان ليا طلب عندك. اتفضلي. ممكن تمنع وجود الجواري هنا في الحرم لك؟ معقوله؟ انا عندي حوالي 300 جارية هستغنى عنهم بسهولة كده، وازاي يبقى في حرام لك من غير جواري؟ يا مولاي الغيرة بتاكلني. الغيرة بتاكلك؟ اه. ما تقلقيش عمرها ما تخلص عليكي ابدا يعني. بجد يا مولاي؟ عموما انا ممكن اخلي الجواري كلهم يمشوا وما يفضلش غيرك انت بس يا هيام هاني. اه. بس على شرط. ايه؟ الراجل الضيف اللي جاي لنا من قبرص ده عايزين نرحب بيه، وهم سلو بلدهم إن اللي يرحب بيهم أما يتحط لهم عصير يشرب العصير كله. هيتحط قدامه كوبايتين، لو شربتيهم هستغنى عن الجواز. هشرب الكوبايتين؟ يعني دي حاجة بالنسبة لك سهلة متهيألي يعني. ماشي يا مولاي، تمام. اتفقنا؟ اتفقنا. في الحالة دي همشي الجواري كلهم. ماشي يا مولاي. يلا اتفضلي اتفضلي. تعال تعال، انت واقف مش عارف تعمل ايه. تعال اتفضل اتفضل.